حياكم الله أعزائنا المشاهدين يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد مرة أخرى إلى الأرض التي يمر من خاصرتها نهر الفرات إلى دير الزور في سوريا، ومن هناك نستضيف شاعرا مجيدا شابا لدينا هنا في الاستوديو الشاعر السوري خليفة العبد. أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. ربما كان هناك من بادئة تود إلقاءها قبل أن نذهب إلى الموضوع شعرا أو حديثا، إلى البادئة التي تريد أن تبدأ بها هذه الحلقة. نعم، أقول: أتيت وفي كفي من الشعر قبضة، وفي القلب كم نبض تداعى لحبكم. أتيت على وقع اشتياقي وغربتي، لعلي غداة الموت أحيا بقربكم. أتيت وقد أعيا هواكم حشاشتي، فهل تملأ دلوا تدلى بجبكم؟ فهل تملأ دلوا تدلى بجبكم؟ متى سنخرج من عتمة هذا الجب يا خليفة؟ الحقيقة أستاذ مصطفى، وقبل كل شيء أود أن أتوجه بالشكر لقناة الرافدين على هذه اللفتة الجميلة، وأشكر حضرتكم هذا واجب على هذا البرنامج الجميل الذي إن دل على شيء إنما يدل على أن الشعر لا زال موجودا وحاضرا وبقوة أيضا. بلا شك. إلى الجب وعتمته، ومتى سنتخلص منها؟ تفضل. بالنسبة للجب يا صديقي، نتخلص من هذا الجب متى ما تعافى هذا الوطن الذي يرزح تحت عتمة الاستبداد والظلم، متى ما تعافت الإنسانية نخرج من هذا الجب إن شاء الله. باعتقادك كم يوسف من جراحاتنا العربية ترزح في قاع هذا الجب حاليا؟ لا تعد ولا تحصى. يا الله، لا تعد ولا تحصى، جراحاتنا كثيرة يا أستاذ. وهذا الجب إنما هو جب للأسف، هو يبتلع كل آمالنا وكل أحلامنا وطموحاتنا. لكن الأمل يبقى حاضرا، وعلينا أن نستحضره دائما في نفوسنا حتى نورثه إلى الآخرين، أليس كذلك؟ وهل نحن أحياء لولا الأمل؟ نعم، إن الأمل هو من يجعلنا أحياء ويجعلنا نقاوم ونستمر ونحلم بغد أجمل ونيقن يقينا بغد قادم أجمل بإذن الله. أرى من خلال نصوصك أستاذ خليفة العبد، وأنت من دير الزور، تأثر الكبير بالبيئة وعناصرها، بالنهر، بالطين، بالشجرة، بالأرض، بالطريق، بالإنسان. هذا الأثر الذي يصقل ذاتية الشاعر ألا يدل على حنينه وتشبثه وارتباطه بجذور هذه الأرض والتاريخ؟ بالطبع، بالطبع صديقي، فنحن أبناء هذه الأرض، وهذه الأرض هي ليست مجرد تراب وطين، إنها روح تسري في أعماقنا، وهي التي تصقلنا، وهي التي تنشئنا وتجعلنا بهذا الشكل. الأرض هي ارتباط روحي جميل لا ينفصم أبدا بيننا وبينها. إلى القصيدة الأولى التي تود الاستفتاح بها في هذا العدد من بيت القصيد، ما عنوانها ولماذا هي البداية؟ تفضل إلى قصيدتك الأولى، وقبل القصيدة عنوانها ولماذا كانت بداية هذه الحلقة. تفضل. العنوان هو للغالية دير الزور، وأما السبب فلأنها دير الزور ولأنها الوطن. وصلت الفكرة. نعم. إلى القصيدة الآن، لك أن تمسك الأوراق بيدك، لا مشكلة. نعم، تفضل. مصاب بحبك منذ البداية، مريض بعينيك حتى الثمل. مصاب بحبك منذ البداية، مريض بعينيك حتى الثمل. أنا عاشق تلك كل الحكاية، وقلبي أسير لتلك المقل. أنا غارق فيك يا لهف عيني، إذا زارها زائر كالعسل. وهل للقصائد نفع لروحي إذا ضج فيها الهوى أو دخل؟ وهل ينفع الصبر قلبا عليلا
إذا هام في عشقها وارتحل. وهل ينفع الصبر قلبا عليلا إذا هام في عشقها وارتحل. يقاسمني الليل فنجان عشق على وقع ناي شحيح الأمل، وأشتاق لو يطرق الباب ليلا ويفتح قلبي بنبض أقل. وأشتاق لو يطرق الباب ليلا ويفتح قلبي بنبض أقل لأنثى هي السحر يمشي وحيدا وفي وجهها كم يرق الغزل. سلاما لنهر ندي الليالي لدير هي الجرح لا من دمل. الله. لدير لها رائعات الأغاني وأغلى الحروف وكل القبل. لدير وإن دارت الأرض فينا ويمم وجهي لها لا أمل. لدير وإن دارت الأرض فينا ويمم وجهي لها لا أمل. لدير غدت بعد زهو ركاما. يا الله. وفي ليلها كل نجم أفل. وللجسر ذاك المعلق فينا تصب الدموع ويبكي الحجل. وللناس أصحابها الطيبين كنخل تفرق بين الدول. سلاما لبيت ذرته الرياح ولم يبق من سقفه عود زل. لجار هو الدار أو قبلها لجار هو الدار أو قبلها به يستجار ويقضى أجل. لطاحونة القمح تلك الرحى وكيف يدورها وكف يدورها لا يمل. الله. لطاحونة القمح تلك الرحى وكف يدورها لا يمل. لأرجوحة تحت أغصان توت. لأرجوحة تحت أغصان توت. وطفل بها لحظة ما نزل. وطفل. وطفل لأرجوحة تحت أغصان توت. وطفل بها لحظة ما نزل. يا الله يا الله. لتلك الصبايا تجوس الطريق ذهابا إيابا بأحلى الحلل. سلاما لدير يفوح انتظارا ولم يدري ما حبه قد فعل. هل من نهاية لهذا الانتظار؟ أعطني هذه القصيدة. هل من نهاية لهذا الانتظار يا خليفة؟ نحن واثقون أن النهاية ستكون أجمل. سلاما لدير يفوح انتظارا ولم يدري ما حبه قد فعل. متى ستدرك الأرض حب أبنائها قبل فوات الأوان؟ عندما تحتضنهم وعندما تزهر. كيف تحتضنهم؟ كيف تحتضن الأرض أبناءها إذا كانوا معذبين مشتتين مفرقين في أصقاع المعمورة؟ أبناء الأرض هم الذين يجعلونها تحتضنهم عندما يعودون إليها. عندما يعودون إليها ولا يتركونها ضحية ولا يتركونها بيد من لا يستحقها. أتحملها أينما ذهبت وحيثما ارتحلت؟ هي في الشريان ناضحة لا تجف أبدا. أبدا لا تجف. تبكي عليها أحيانا وبحرقة يا صديقي. لماذا هذه لأن الحرقة؟ لأنها الأم، لأنها الوطن، لأنها الروح، لأنها كل شيء جميل. إنها الوطن يا صديقي. تشعر أن هناك نوع من التمازج ما بين دير الزور كمدينة من سوريا ككل طبعا وما بين فكرة الأم؟ هل هناك تمازج ما؟ بالطبع أحسنت هذه الفكرة وهذا ما أصبو إليه أنا وأريد أن أقوله بالذات. دير الزور لا تختلف عن الأم أبدا، هي أمنا أيضا. الأم ليست هي من أنجبتك ومن ربتك، الأم هي التي نشأت في أحضانها. نحن نسجل كل تفاصيلها الجميلة في حياتنا ولا ننساها بالمواقف والأماكن واللحظات الجميلة التي قضيناها في ظلها. لا ننسى تلك الأيام أبدا، لا ننساها. جميل جدا. دير الزور هي أم يا صديقي. حتى أن هناك من قال إن الأم البيولوجية هي أم صغرى تمتلك مساحة يعني على اتساعها، إلا أنها مقارنة بالأرض التي تحتضن هؤلاء الأبناء تكون يعني مساحة هي الأم الحقيقية. هي الأم الأرض الحقيقية. هي نعم الأرض هي الأم الحقيقية. الأرض هي أصل الطين. نعم الأرض هي الحقيقية، هي الأم الحقيقية وليست التي أنجبتك. ما الذي ينقصنا ونحتاج إليه حتى يستدل علينا الطين
ونستدل عليه. ما ينقصنا هو أن نعيش ذلك الطين، وأن نتذكر دوما أننا خلقنا من ذلك الطين الذي هو أصلنا. نعم. فلذلك يجب علينا أن دائما نحمل ذلك الوطن في أرواحنا، وأن لا ننساه، وأن نعود إليه. من التي سميتها أموية حتى القيامة؟ بلا شك إنها دمشق، إنها أمنا الثانية. جميل هذا التوازن ما بين دير الزور في أقصى البعيد والجهة المقابلة دمشق. نعم، دير الزور هي أمنا التي أنجبتنا، أما دمشق فهي رمز لكل الوطن، للوطن ككل. دمشق هي الحياة، دمشق لا سبيل لوصفها، ولكنها أقول فيها إلى القصيدة قصيدتي هذه. اسمح لي لك أن تلقيها براحتك يا صديقي. تماما. نعم. تفضل. يبدأ. أسميت القصيدة أموية حتى القيامة. تفضل. وأقول فيها: أكتب بحب دمشق ما لا يكتب، واذهب به حيث القصيدة تتعب. أكتب بحب دمشق ما لا يكتب، واذهب به حيث القصيدة تتعب. أكتب بها ما لم يقل لعشيقة من كل من كتبوا القريض وشببوا. أكتب بها ما لم يقل بعشيقة من كل من كتبوا القريض وشببوا. أكتب بحبر دمي قصيدة مجدها، فالمجد يؤخذ عنوة لا يوهب. أموية يا شام روحك لم تزل حتى القيامة. الله. حرة لا تغصب. أما المجوس فعارض لك زائل يفنى، وسيفك خالد لا يثقب. أما المجوس فعارض لك زائل يفنى وسيفك خالد لا يثقب. الله الله. يا شام يوجعني جراحك كلما سفك الطغاة دم الورود وأرهب. الله. وأرى خناجرهم بظهرك أوغلت، لم يقرأوا التاريخ كي يتأدبوا. لم يعرفوا أن الشعوب بطبعها تواقة للموت حين تغرب. لم يفهموا أن الحقوق ثوابت. لم يفهموا أن الحقوق ثوابت مهما تصاب بغربة لا تسلب. والشام لا يقتات من عبراتها أبدا، ولا في وجه ريح تهرب. تأتي كما تأتي العواصف حينما يتهافت الغرباء ويتهزب. الله الله. تأتي كما تأتي العواصف حينما يتهافت الغرباء أو يتحزب. سيل من الفرسان يهدر في الوغى، وتراه قبل بلوغها يتأهب. سيل من الفرسان يهدر في الوغى، وتراه قبل بلوغها يتأهب. ودمشق لم يظفر بها متجبر يوما ولم تخضع، فأين المهرب؟ أحرار هذه الأرض قد خبروا الوغى، فإذا تكشف صبحها فترقبوا. تلك الأسود لها زئير في الوغى، تحنو لها الأشجار ساعة تغضب. الله. وجيوش كل الأرض لو تأتي هنا سترى العجائب حين تجرب. هذه الديار لنا ونحن حماتها، ومن الدماء المستبدة نشرب. من باحة الأموي كانت خيلنا مسروجة للفتح، ليست تتعب. أحفاد صقر قريش ما زالوا هنا، فإذا ادلهمت في دمشق توثبوا. لا لن يقوم لكم مقام بيننا، فالأرض تعرف أهلها لا تعجبوا. أموية تبقى برغم أنوفكم، ولنا بها حتى القيامة. ما
ملعب أموية تبقى برغم أنوفكم ولنا بها حتى القيامة ملعب. يا أخت أندلس الحضارة، ما أنا إلا عشيق في هواك معذب، ولقد أنخت بباب قلبك ناقتي، والقلب في خفقانه لا يكذب، فتلقفي وجعي ولمي وحشتي وتعطري بدمي. وعطرك أطيب، وعطرها دائما سيظل أطيب العطر يا عطرها يا سيد خليفة، عطر الياسمين الذي لا يمحى ويظل ثابتا في ذاكرة كل حر صادق مخلص لبلاده. بعد هذه الوجبة الدسمة من القصائد الجميلة، لابد أن نخرج الآن إلى قصيدة أخرى تمثل استراحة لشاعر آخر. سنتابع أنا وأنت والسادة المشاهدون هذه القصيدة، ومن ثم لنا عودة لنستكمل ما تبقى من قصائد. لا بأس. إذن أعزائنا المشاهدين، الآن نخرج إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نواصل ما تبقى في هذا العدد من بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. تشابه ألواحة لا تشبهني أبدا، فلماذا يأكل من أطرافي رمل الغربة؟ ولماذا تلفح وجهي الريح؟ ألواحة تشبهني جدا، فلماذا لم تشرب من مائي أي قافلة؟ ولماذا لا تملأ صدري إلا أوجاع وتباريح؟ الغابة لا تشبهني أبدا، فلماذا يقطع أشجاري الحطابون؟ ولماذا يلتف الشوك علي؟ الغابة تشبهني جدا، فلماذا لا يبني عصفور عش مسرته بين يدي؟ الشاطئ يشبهني جدا، الشاطئ لا يشبهني أبدا، فلماذا أحلم بامرأة تلقي أحمال أنوثتها فوق سرير الرمل؟ الشاطئ يشبهني جدا، فلماذا لا تأتي سفن من أقصى المجهول إلى أقصى الجهل؟ ألواحة الشاطئ لا يشبهني أبدا، فلماذا أحلم بامرأة تلقي أحمال أنوثتها فوق سرير الرمل؟ الشاطئ يشبهني جدا، فلماذا لا تأتي سفن من أقصى المجهول إلى أقصى الجهل؟ الواحة والغابة والشاطئ لا تشبهني أبدا، الواحة والشاطئ والغابة تشبهني جدا، وأنا لا أشبه أحدا. شكرا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، عدنا وهنا ضيفنا في الأستوديو الشاعر السوري ابن دير الزور، الجميلة التي يمر على خاصرتها ومنها وإليها الفرات الجميل. معنا هذا الشاعر الفراتي العذب أيضا بعذوبة الفرات خليفة العبد، وإن كان ينتمي إلى دير الزور إلا أنه أيضا ينتمي روحا وحبا إلى دمشق، فعدها أموية حتى القيام. نعم. لكن ماذا عن ماردك الطريح أم الصريح؟ لا هو طريح،
هل هو طريح في صراحته أم صريح في طرحه؟ هو صريح في طرحه وطريح الآن، إنما سيقف لا شك. إلى المارد الطريحي إذن. نعم. تفضل. المارد الطريح، سلاما أيها الوطن الجريح، متى قل لي بربك تستريح؟ تدور عليك دائرة الليالي وتبقى في الخضم ولا تصيح، جراحك تملأ الآفاق عطرا، جراحك تملأ الآفاق عطرا، فهل لصهيل عزك، فمن لصهيل عزك يستبيح؟ جراحك تملأ الآفاق عطرا، فمن لصهيل عزك يستبيح؟ ركبنا البحر بحثا عن حياة، الله، فكان الموج قاتلنا المريح. تفرقنا على الدنيا شتاتا، تشردنا وأتعبنا النزوح، نراك بأعين ملأ اشتياقا على الأوداج مدمعها سحيح، وأرواح تراك تموت غدرا، فهل سيقوم ماردها الطريح؟ سلاما أيها الوطن المعنى، ألا يرويك نهر دم شحيح؟ يا الله. شحيح بعد أن ملأ الفيافي ورودا عطرها حملته ريح، تبادل طعن ظهرك ألف كلب وناء بحمل عزتك الضريح. أقاموا فوق قبرك كرنفالا، أقاموا فوق قبرك كرنفالا، الله، لنصر والركام بهم يصيح. الله الله. وقد زعموا بأنك مت زورا كما زعموا بأن صلب المسيح، وقد زعموا بأنك مت زورا كما زعموا بأن صلب المسيح. سلاما أيها الوطن انتظرني، ففي رئتي ظلك يستريح. الله. سلاما أيها الوطن انتظرني، ففي رئتي ظلك يستريح، وفي عيني من عينيك دمع، وفي جنبي خافقك الذبيح. أيا وطنا تساق إليه روحي، على كف الحنين لها فحيح، مصاب بالفؤاد وحيث أمضي عيوني عن عيونك لا تشيح. الله. حملت معي جراحك فوق ظهري، وجفني في محبتك القريح، رأيتك تستغيث من الأعادي، وكان الغدر قاتلك الصريح، وكان الغدر قاتلك الصريح. رأيت كلابهم تقتات طعنا بعزك أيها الأمل الكسيح، رأيتك واقفا جبلا وحيدا تمر به الرياح ولا يطيح، رأيتك واقفا جبلا وحيدا تمر به الرياح ولا يطيح. هم الأعداء فاستأسد عليهم، فأنت وإن خذلت هو الصحيح. أذقهم كأس بطشك حين تحيا، فمجدك لن يضيق به الفسيح. فمجدك لن يضيق به الفسيح. لن يضيق به هذا الوطن الفسيح حتى وإن امتلأت آمالك بالقروح. أيها الشاعر، هذا الحزن الذي يمتد بقافية جعلتها ساكنة في كثير من المواضع، هي متحركة ولكن أسكنها، لكن هذا التسكين هل له علاقة بسكون جسد هذا الطريح؟ نعم، هو يرتبط بلا شك بسكون جسد هذا الوطن الجريح والطريح معا. متى سينهض هذا الطريح الذبيح من نومته التي طال أمدها وتمطى بها؟ نعم، لقد طال عليها الأمد، وآن الأوان لأن ينتفض هذا المارد الطريح ويقف، فنحن بحاجة له،
لا نريد أن نيأس، فكلنا ثقة بأن هذا الوطن قادر على تخطي الصعاب وقادر أن يقف من جديد. هل تموت الأوطان؟ الأوطان لا تموت أبداً ما دام هنالك أمل وما دام هنالك نفس في أرواحنا، فالأوطان لا تموت أبداً. أنت من يموت هم أعداء الأوطان. هناك من يصفك متفائلاً كثيراً رغم ما يكتنف قصائدك من أحزان وآلام يا خليفة، هذا التفاؤل ما مرده وما أسبابه؟ نحن محكومون بالأمل وبالتفاؤل. نحن لم يكن لنا جذوة من أمل وتفاؤل لما كنا موجودين الآن. لا سبيل لنا وللخلاص سوى التفاؤل يا صديقي. أكثر ما تحن إليه في دير الزور هذه اللحظة، ما الذي ورد على ذهنك طيفا الآن من دير الزور؟ إنها أمي بلا شك. هي هناك؟ هي هناك نعم يا صديقي. تكلمها دائما؟ نعم أكلمها وأشتاق إليها كثيرا. تطمئن عليك هي أكثر أم أنت من الذي يبادر بصراحة؟ الحقيقة أنت تعلم بالوضع هناك الآن. نعم. فالتواصل صعب في البداية، ولكن أنا طبعا أنا أبادر. إذن حينما تكتب عن دير الزور حينما تكتب عن دير الزور فأنت تكتب عن أمين في لحظة واحدة. عندما أكتب عن كل شيء جميل فأنا أكتب عن أمي بلا شك. جميل، فهي السر في المعنى في وراء كل هذا الجمال. جميل جدا هذا. نعم. المعنى. بعد هذا الجمال لابد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نكمل. لا بأس. إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، بعده نواصل ما تبقى في هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، لا تذهبوا بعيدا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. مجددا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين ونواصل في هذا العدد من بيت القصيد، ومعنا من سوريا لمن التحق بنا الآن معنا الشاعر خليفة العبد من دير الزور. نذهب إلى موضوع مختلف. خليفة، رأيك بالمشهد الشعري السوري اليوم، وهل ترى أنه على قدر التضحيات التي بذلها أهل سوريا؟ الحقيقة يقولون أن الشعر اندثر، والحقيقة أن الشعر لا يندثر، وهذا هو زمن الشعر وهذا هو وقته. وبالنسبة للمشهد الشعري السوري فهناك جانبان. نعم. الجانب الأول هو جانب شعراء المهجر أو شعراء الثورة. نعم. أو شعراء الحرية أو شعراء الإنسان. وهم الشعراء. وفي الجانب الآخر هنالك من تنازل عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق، هو ليس شاعرا بلا شك. في هذه الحالة يكون أهان نفسه وأهان نصوصه ونفسه أو روحه كشاعر. الشاعر ينبع من الشعور، والشعور هو يخص الإنسان والإنسانية، فمن تخلى عن إنسانيته الانتماء لهذه الإنسانية. نعم، الانتماء لهذه الإنسانية، ومن تخلى عن هذه الإنسانية لا شك ليس شاعرا. نعم. ولا يشعر أبدا. وبالنسبة لسؤالك عن المشهد الشعري السوري، فأنا أعتقد أن الشعر بخير، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة، رغم أن معظم نتاجه يكون حزينا نوعا ما، ولكن كما يقولون إن الثورة، كما يقول نزار قباني، يقول إن الثورة تولد من رحم الأحزان، ويقولون إن الألم مصدر الإبداع، ولذلك كانت هذه الثورة مخاضا لكثير من الإبداعات الشعرية. ولا شك هناك العديد من القامات الشعرية الحاضرة
والتي تثبت وجودها الآن وبشكل واضح يعني، وخصوصا في المهجر، وأنت ترى وتلاحظ كيفية وكثرة الإبداعات بالنسبة للسوريين المقيمين خارج الوطن. ومبعث ذلك هو ربما الوجع الذي يخلف كل هذا الإبداع ويخلف كل هذه النجاحات الباهرة. ولربما هناك شيء يعني يربو على الوجع، وهو الحنين إلى الجذور، إلى الأصول. فترى هذا الشاعر حريصا جدا على أن ينتمي إلى أصوله وإلى جذوره من خلال قصائده ونصوصه. والحنين وجع يا صديقي، نعم، إن الشاعر يحاول أن يثبت انتماءه لذلك الوطن ويثبت تجذره في ذلك الوطن من خلال قصائده ومن خلال نصوصه التي لا تبخل على هذا الوطن وتبقى لصيقة به مهما طالت المسافة أو قصرت. هل يطيب لك الغناء وحيداً دائماً؟ بالطبع. لماذا؟ بالطبع، ربما كذلك الوطن الذي ظل وحيداً دون أبنائه. يعني أنت تتكلم بلسان الوطن الذي يرى نفسه وحيداً، وهذه الأغنية بمثابة الصرخة الموجهة إلى ضريح وضمير الإنسانية. بالطبع، الوطن الآن وحيد وهو يرزح تحت ما يرزح تحته. فاعتبرت وجعه، عددت وجعه غناء. وجعنا جميعاً، وغناؤه هو غناؤنا جميعاً. إلى ذلك الوطن الذي يغني منفرداً ويغني وحيداً، تفضل. نعم. والوطن ليس مجرد أم، إنه أخ، ولذلك كتبت هذه القصيدة وأسميتها، عنونتها بعنوان وحيداً أغني. تفضل. وأقول فيها: لقد ضاقت علي وساء حالي، وقد ناءت بما حملت جبالي. لقد ضاقت علي وساء حالي، وقد ناءت بما حملت جبالي. أتعرف من أخوك بلا جدال؟ أخوك الحق ينبع في النزال، يدافع عن شموخك مستميتا لتنكسر النصال على النصال، ولا يرضى بذلك من وضيع ويبذل في سبيلك كل غالي. الله، ولا يرضى بذلك من وضيع ويبذل في سبيلك كل غالي. أخوك، وهل أخوك سوى دعاء؟ أخوك، وهل أخوك سوى دعاء لأمك عند داجية الليالي؟ الله. أخوك الهيبة الملقاة جهرا على كتفيك في وسط الرجال. أخوك الهيبة الملقاة جهرا على كتفيك في وسط الرجال. أخوك السيف تشهره فخورا، أخوك الخيل تسرج للأعالي. لعمري ما أظنك يا ابن أمي تدير الوجه حين يضيق حالي. الله. وتتركني لأرذلهم مداسا، أهان عليك ذلي أو سؤالي. تضيق على أخيك وأنت تدري، ولا يهتز جفنك أو يبالي. تضيق على أخيك وأنت تدري، ولا يهتز جفنك أو يبالي، ولا يهتز جفنك أو تبالي. أتنكر في عروقك نبض روحي، وأنت لمقلة اليمنى شمالي، وأنت دم تضج به عروقي، ووعد كم وعدت به خيالي. وكنت أقول ذاك أخي وحسبي، فصرت أقول ذاك أنا وحالي. أيا زمنا يجار به علينا، ونأبى أن نهادن كالجبال. فكنت أقول ذاك أخي وحسبي، وصرت أقول ذاك أنا وحالي. أيا زمنا يجار به علينا، ونأبى أن نهادن كالجبال. تدور بنا رحى الأيام جذلا، وتسحقنا لنزهر في الرمال. الله. تدور بنا رحى الأيام جذلا، وتسحقنا لنزهر في الرمال. نموت وتنقضي الآجال منا، وتخلد بعد أن نفنى المعالي. فما عتبي عليك وإن تردت بي الأحوال وانقطعت حبالي.
سأنزع شوكتي بيدي وحيدا، سأنزع شوكتي، سأنزع شوكتي بيدي وحيدا، ولا عجبا فذاك لسان حالي. سأنزع شوكتي، سأنزع شوكتي بيدي وحيدا، ولا عجبا، ولا عجبا فذاك لسان حالي. هذا الوجع الذي يسعى حامله والشاعر به إلى التخلص منه، ما الذي يحتاج إليه الشاعر من وسائل تطبيب ومعالجة ينبغي أن تتوفر حتى يعالج هذا الجسد المريض؟ هذا الجسد له أخوة، أجساد أخرى لو أنها تكاتفت وتضافرت ولم تترك هذا الجسد تنهشه من ينهشه. وربما قال لك قائل كلنا أصبحنا ذلك الجسد، جسد ممتد في اليمن، في سوريا، في فلسطين، في كثير من أوطاننا العربية، في سوريا، نعم لقد حاليا في السودان أيضا. هذا الجرح ما الذي ينقصنا حتى نداويه؟ الخطوة الأولى، الخطوة الأولى لدواء هذا الجرح بلا شك هي بالخلاص من هذا المستبد الذي يتحكم بهذا الجسد ويضعفه ويشردنا. علينا أن نحصل على حريتنا، علينا أن نحصل أن نكون أسوة بمن غيرنا. ما الذي ينقص هذا الوطن ليكون كغيره من الأوطان؟ ما الذي ينقصه؟ إنه أبو الخيرات، إنه أبو العطاء، فما الذي ينقصه حتى يكون كغيره من بقية الأوطان؟ علينا أن نهب هبة واحدة لإنقاذ هذا الوطن وتحريره والوقوف معه. نحن أخوة هذا الوطن وعلينا أن ندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة ومن عزم ومن صبر. علينا أن نتمسك بهذا الوطن لأنه وطننا نحن، ولأنه ملكنا نحن، ولأنه انتماؤنا وليس لغيرنا، أبدا لن يكون لغيرنا. هذا وربك هو الحق ولا شك في ذلك. الآن أريد أن أسألك سؤالا غريبا نوعا ما، هل ثمة علاقة ما بينك كشاعر وزهرة النرجس؟ هي زهرة النرجس نوعا ما زهرة حزينة، نعم، وربما هي تتشابه واقعنا وتتشابه ووطننا في هذا الوضع. طيب هل من علاقة ما بين النرجس والزيتون حتى جعلتهما عنوان قصيدة سنسمعها منك الآن؟ هل بالطبع هناك علاقة؟ بالطبع، يرمز الزيتون للسلام في حين أن النرجس يرمز للحزن نوعا ما، وكلا والوطن الجريح يحتاج إلى السلام وعليه أن يتخلص من حزنه، فهي علاقة عكسية لا شك، لكن يجمعها الوطن. وجمعتها في قصيدة؟ نعم. إلى القصيدة. القصيدة بعنوان ملحمة النرجس والزيتون. إلى ملحمة النرجس، تفضل. ملحمة النرجس والزيتون، وقد قلتها فيما يحدث حاليا، تفضل، في هذا الوطن، وأقول فيها: وتكاد وحدك أن تموت من الأسى، وتكاد وحدك أن تموت من الأسى، ويكاد عقلك أن يزول توجسا، لا خائفا أبدا ولا متخاذلا، فالليل في عيني عدوك عسعسا، اضرب بما أوتيت من حب الوغى، إما انتصار أو ستلبس سندسا. اضرب بما أوتيت من حب الوغى، إما انتصار أو ستلبس سندسا، اجعل عدوك من زئيرك خائفا، الله، اخلع قلوبا حين تقدم فارسا، أنت المدجج بالرجولة، أين هم جرذان جيش يهربون مع المسا؟ لو أن تلك الطائرات توقفت يوما فمن سيذود عن جيش النساء؟ الله. لو أن تلك الطائرات توقفت يوما فمن سيذود عن جيش النساء؟ أخرج لهم كالبرق يأتي صاعقا، فالجيش من معنى الرجولة أفلس، زلزل قلوبا
حين تدخل ماردا ارفع عن الوجه المقطب طيلسا. زلزل قلوبا حين تدخل ماردا ارفع عن الوجه المقطب طيلسا. أرأيت زيتونا يلاذ بظله ليصير بيتا أو رفيقا مؤنسا. أرأيت شعبا في العراء مبيته يشكو أمام الله جرحا أرمسا. أرأيت حين رأيت أرضا عندما شاءت بإذن الله أن تتنفسا. وأتى عليها السامري بجيشه جيش على سفك الدماء تمرسا. لا دين للأوغاد يردعهم ولا شرف ككل الناس كي يتحسسا. هدموا بيوت الله دون مهابة. أرأيت أخزى أو أذل وأنجسا. أين السيادة حين تصبح أرضنا مرما لنيران العدو ومجلسا؟ أين الذين لأجل دين محمد باعوا الحياة رخيصة والأنفس؟ قوموا فأرض الله تشكو عريها ودماؤكم عطر ورايتكم كسى. قوموا فأرض الله تشكو عريها ودماؤكم عطر ورايتكم كسى. ثوروا ولا تهينوا فأنتم فوقهم وعدوكم عند التلاحم أبلسا. ثوروا فإن الله عذبهم بكم وبكم فقط تغدو الخرائب نرجسا. وبكم فقط تغدو الخرائب نرجسا. الله لا فض فوق شاعر سوري خليفة العبد، ولكن قد يكون هناك يعني أنا لدي رغبة باستيضاح تركيب معين ورد في هذه القصيدة وحتى لا يعني يشكل على بعضهم لا سيما النساء. لماذا وصفت الجيش بجيش النساء؟ يعني وكأنك وددت أن تحقر هذا الجيش فقلت جيش النساء. المصطلح النساء يستخدم للتحقير مثلا؟ لا، المرأة هي أخت الرجل وهي شريكته في النصر. نعم. بلا شك وفي كل الميادين. لماذا قلت جيش النساء إذا؟ جيش النساء هو دلالة على أن ذلك الجيش هو جيش هش نوعا ما ورقيق. وهل النساء كائن أو كائنات هشة؟ كائن رقيق بلا شك. كائن رقيق. الحرب للرجال يا صديقي، والنساء أخوات الرجال بلا شك. لكن تاريخنا أيضا يشهد وسجل مواقف عديدة مشرفة لسيدات ونساء استطاعنا أن يواجهنا في الحرب كأعتى الرجال. نعم نعم، هنا لم يحملنا السيف، كنا إلى جانب الرجال في هناك من حملنا السيف في وقت جبن به بعض الشعراء. نعم بلا شك بلا شك، ولا زلنا يحملنا البنادق إلى جانب الرجال في نعم. ميادين القتال. ما أردته من هذا التعبير هو أن هذا الجيش هو جيش نعم. رقيق وليس قادرا على. دعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه النقطة الخلافية ونتجاوزها أنا وأنت. نذهب إلى موضوع آخر. الآن سأطرح عليك خمس مفردات، خمس كلمات. نعم. وكل كلمة تعطيني انطباعك الذاتي كخليفة العبد عن هذه الكلمة بسطر واحد فقط لا أكثر، أو بمقولة. نعم. مقولة تستحضرها حاليا أنت من تلقاء نفسك، لا أريد منك مقولة تستحضرها من التاريخ أو مما تحفظ من أمثلة وأمثال، وإنما أريد رأيك أن بما لا يزيد عن سطر. الخيانة. الخيانة موجعة جدا بلا شك، وهي أكثر ما يقض المضاجع ويشكل علينا. القهر. القهر هو حالنا الآن وهو حال هذا الوطن. التمني. عريضات هي الأمن والأمنيات، وهو أكثر ما يشغلنا الآن ونأمل به. الأصدقاء. لا شك أنهم قلة الآن، ولكنهم موجودون وهم السند وهم من نشد بهم إزرنا. الطريق. بات واضحا بلا شك ولن نحيد عنه أبدا. إلى القصيدة الأخيرة تفضل. قصيدة الأخيرة بعنوان كبرياء تفضل. وأقول فيها
أغيب لكي أريحك من عذابي، ولا أنسى حروفك في غيابي. أغيب لكي أريحك من عذابي، ولا أنسى حروفك في غيابي. الله الله. تخدرني القصيدة حين تأتي معتقة بحبر من رضابي. الله. أنا والله لم أرحل بطوعي، ولم أشدد إلى سفر ركابي، ولكن الحياة لها شؤون نضيع بها ونغرق في العباب. فلا تفسد محبتنا بدمع تجود به عيونك كالسحاب. فإنك قاتلي بهواك جهرا إذا أطفأت نارك في شبابي. أحبك لي وأمنع عنك نفسي مخافة أن نضيع مع الضباب. أحبك لي ويا لجبال صبري، وقد أوصدت حين أتيت بابي. أحبك لي ويا لجبال صبري، وقد أوصدت حين أتيت بابي. الله. أعذب فيك روحا أنت فيها، وألجم عنك قلبي يا مصابي. وأعرف أنك المذبوح عشقا، فأهرب عن عيونك عن عتابي، وأخفي دمعة الحر بكبر، وأبكيها كطفل في إيابي. أيا حبا تمخض عنه صبر، ودمع لا يكفكف بانصبابي. ألوذ بوحشة القلب المعنى، وأتركني وحيدا لاغترابي. ألوذ بوحشة القلق المعنى. ألوذ بوحشة القلب المعنى، وأتركني وحيدا لاغترابي. لهذا الحب أخترع الأغاني. الله. وأنثرها لتزهر في شعابي. وما يشجي الشعور نحيب روحي، وما يشجي الشعور نحيب روحي. غداة حملت للمنفى وصابي. يا الله. علام أعتق الأحزان صبا، كأني من أنيط به عقابي. علام أعتق الأحزان صبا، كأني من أنيط به عقابي. أليس لصائم عن ثغر ليلى جواز حين يفتن بالقباب؟ أليس له شوافع أخبروني، فيسقى من رحيق أو شرابي. أيا قلبا يذوب هوى وعشقا، توقف عن معانقة السراب، ولا تحرق حروفك بالتمني، ولا تخفق وحيدا خلف بابي. هي الأيام ترهقك انتظارا، وما أحلاك تخفق للسعاب. وما أحلاك تخفق للسعاب. وما أحلاك تخفق للسعاب، على أمل أن تذوبها. بلا شك إن شاء الله. وتنطلق إلى الأرض التي تحب، وتحن إليها وتحن إليك، فالحنين متبادل، وهو مسألة يعني تناغمية تفاعلية تكاملية. إذا أردت أن أسألك الآن عن أكثر ما تشتاق إليه من أماكن في البلاد التي جئت منها، لك أن تتحدث بكل حرية وعاطفية إذا اشتهيت، تفضل. بلا شك أشتاق لبيتي بالدرجة الأولى، فالبيت هو ذاكرة، وهو تفاصيل جميلة نحتفظ بها في أرواحنا ولا ننساها. أشتاق لنهر الفرات الذي كان وما يزال رفيقنا وأنيسنا، وهو جزء من ذاكرتنا، وهو جزء من أرواحنا، وهو يعني بلا شك سيظل شيء خاص
لا يمكن التعبير عنه بلا شك. سيظل الفرات ينتمي إلى كل من ينتمي إليه وإلى كل من يتمتعون بالوفاء لهذا النهر الذي يمثل تاريخا لا يمثل قطرات جارية فحسب. هو ليس تاريخا فحسب، نعم، هو أيضا حياة. فتلك البلاد لولا ذلك النهر لكانت صحراء كغيرها من الصحاري. إنه أحيا هذه البلاد وأزهرها، فهو معنى جميل من الجمال والعشق لا يمكن أن نبوح به، هو مخبأ في قلوبنا. في الختام كلمة تسجل عليك إلى الأبد، توجهها إلى كل من تحبه وإلى سوريا التي تنتمي إليها والأمة بأكملها، ماذا عساك القائل؟ أقول نموت ونحيا على وعدنا ولا ننسى هذه الأرض ولو كان ثمنها دمنا، فنحن غربنا ثمنا للحرية التي تستحق أكثر من ذلك، ولا شك سنبقى أوفياء لتلك الأرض ولو دفعنا ثمنها حياتنا. ولا شك أن هذه الحرية قادمة لا محالة مهما هي قادمة بلا شك. الشمس هي قادمة عن الشروق، ولكن في النهاية ستبزغ الشمس يوما وتشرق بإذن الله. أنا كنت سعيدا جدا بهذه الساعة الشعرية الطيبة برفقتك بن دير الزور من سوريا خليفة العبد. أنا سعدت جدا بلقائك أستاذ مصطفى، وسعيد جدا بهذا اللقاء الجميل الذي سلط الضوء بلا شك وسمح لنا أن نبوح قليلا ونوصل بعض الوجع. وأشكر قناة الرافدين مجددا على إتاحة هذه الفرصة، ودمتم للشعر ودام الشعر بكم. تسلم، هذا واجبنا تجاه كل جميل. شكرا جزيلا لك. شكرا أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.